فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان البلد مسلما لكن فيه الفسق، فهل يجب على المسلم أن يهاجر إلى بلد آخر مسلم يكون فيه أهل التقى أكثر؟ ما في شك، كل ما أمكنه أن ينتقل من بلد الفساد إلى بلد الصلاح فإنه يجب عليه ذلك، وأيضا من أجل الحفاظ على ذريته وعلى محارمه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.